قتل الاحتلال الإسرائيلي الطفل جانا زاكيرني برصاص قناص بجنين. كانت جانا على سطح البناية عم تحاول ترجع بسينتها على البيت. يعني طخها أربع رصاصات، أربع رصاصات، رصاصات قتل بالرأس وبالوجه والثنتين بالصدر. مثل العادة قال الاحتلال إنه صار القتل بالغلط، ووعد بتحقيق لجريمة مثل العادة واضحة للكل. During the incident, massive fire was fired at the forces and explosives and Molotov cocktails were thrown. In response, the forces returned fire at the sources of the shooting out of self-defense. جانا مش أول طفلة فلسطينية بتنقتل السنة. وثقت منظمات حقوقية قتل الاحتلال ل 61 طفل فلسطيني بال 2022، 44 منهم بالضفة و 17 بغزة، بلا أي محاسبة للقاتل. يا أبو مازن ليش؟ أعمال تحت رصاص الجيش!